السيد عبد المجيد تبون وزير منتدب للجماعة المحلية. كل حال نظن الحكم ما يكونش قاسي لهالدرجة، ولكن حقيقة الإدارة ما خرجتش سليمة من 30 سنة تاع نمط تاع التسيير ونمط تاع حكم. والشيء اللي معروف أن في النظام الأحادي الحزب اللي عشنا فيه الإدارة كانت أداة لحزب في الحكم، حزب الواحد. نعرف كذلك أن الدولة المبنية على أحادية الحزب ما فيهاش سلطات، فيها وظائف. بالطبع أن الخليط أو المزيج بين الحزب والدولة والإدارة بصفة عامة خلى بصمات سلبية على الإدارة إزاء المواطن، وهذا ربما أصبح حقيقة في الوقت الحالي في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها اليوم. ربما الرؤية تتوضح أكثر مستقبلا بعد الممارسة الحقيقية نتاع النظام التعددي، لأن ماناش في الممارسة الحقيقية، في بداية نشأة أحزاب، والممارسة الحقيقية تأتي بعد الانتخابات التشريعية بالطبع، يعني بعد ما عن هذه الانتخابات ينبثق حكم ما لحزب ما أو لأحزاب ما، ثم ننطلق مباشرة في التعددية، وبالتالي تتوضح الرؤية أكثر بالنسبة للإدارة. نعم. أنا ما خليتيش كمل، ما كنتش نشرح لك، لأن غالبا ما ناخذ يعني مواقف شاذة أو أمثلة شاذة ونعممها على نسبة المشاركة. ما تهمنيش والله، ما والله اسمع، والله ما سمعتك. قلت أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش، عندنا الوسائل تاعنا، عندنا الأموال تاعنا، يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية، صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. حب من حب وكره من كره. أنا نقول لك رانا خير من لاسويس. أنا ديال جوج حبات، ها شوف، ها جوج حبات، ها جوج حبات، قال لي 5000. وقبل أن هي هذه الكلمة أرجو منكم ومن خلالكم إلى كل من هم تحت سلطتكم أن يسحب من هذه اللحظة لا قبل فخامة أن يسحب لقب الفخامة ليوصف الرئيس الجمهورية بالسيد وفقط. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشعب صوت على فلان ولا فلتان، الله يسهل عليه، هو صاحب السيادة، هو اللي يفرض الأمر تاعو. لا أهاجم الموتى لأنهم عزل وفي يد الأبدية، لكنني أهاجم الرمز، الأسطورة الكاذبة. لفهم شر وطننا اليوم علينا أولا أن نفهم مصدر شره. أصل الانفجار الكبير لمحنة الجزائر، كل شيء آخر هو مجرد عواقب. لقد جعل من الكراهية والنفي والهوية المزيفة وازدراء الذات أساسا لتأسيس هذا البلد التعيس. لقد جعل من الجزائر بلدا مريضا، وجعل الجزائر نسخة معاكسة تماما للجزائر الحقيقية. أقام أمة أخرى اصطناعية على نقيض الجزائر المجيدة، مقاتلة حرة وكريمة. محنة بلدنا هو أنه بين أولئك الذين لديهم من حرروا الجزائر ومن ورثوا الجزائر نفسها، هي الفرق بين الأبيض والأسود. التقرير مرير ضد هذا الرجل الفظيع والرهيب، حصيلته هي أنه اغتال أو نفى جميع آباء الثورة.
وصفه فرانس فانون منذ البداية بأنه مختل عقليا. هذا الطبيب النفسي لم يكن مخطئا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.